طب خلينا نروح لمرحله فاصله في تاريخ مصر، وهي مرحله ما بعد 2011، الفتره اللي جه فيها الاخوان للحكم. يعني في 2012 طبعا وقعدوا سنه سوداء الحقيقه من تاريخنا، يعني من تاريخ مصر. كلمني عن الفتره دي وحياتك كنت شايفها ازاي؟ كان عندك امل ان هم فعلا نقدر ان احنا نتخلص من هذا الحكم الاسود ولا لا؟ انا ساعتها كنت بعمل برنامج في دائرة الضوء، بعمله في النهار. وانا اكون انا الوحيد اللي كان بيقدم برامج، اللي انا ما استضفتش حد اخواني اثناء الفتره اللي كانوا موجودين. لا 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 خالص. ده كان قرار منك يا استاذ؟ ايوه طبعا. انا كنت حاطط ورايا صورتي وانا ظابط، يعني انا حاططها. صح، كان بتطلع صوره حياتك وانت شاب وانت ظابط. انا حاططها انا وانا فلما لهم، يعني انا كنت، يعني انا عاملها من الاول، بس انا دي كنت مأكد عليها بقى. لا يعني حتى حد من الزملاء نصحني، قلت له يا عم اللي عايز اللي بياخد هياخد الروح اللي خلقها. لو عايزين هم قالوهم شالوني من الاهرام، يعني اول ما قالوهم شالوني من الكتابه هم والبتاع، ولا عايزين يشيلوا ايه يعمل، انما هعمل اللي انا مقتنع بيه. انا في تقديري يعني كانت معركه، يعني كل الاعلاميين شاركوا فيها وكل الناس شاركوا في الطريقه، بس انا كان لي، انا شخصيا كان لي رؤيه خاصه، لان انا دايما بقول لا تعطي لعدوك فرصه على اعلامك. ما ينفعش قريب حد النهارده استضيفه عشان خاطر بقول اصل انا لا 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 لا، ما ينفعش، لان لازم نبقى فاهمين ان المتلقي ده الناس مش زي بعضها. ممكن حد لا، وفي هي طبيعي. طب لو انت عملت رساله معينه وعرضتيها على 100 واحد وشفت كل واحد فهمها ازاي، هتلاقي في اختلافات نظريه في المية. فطبعا لا تعطي العدو بأمرت ايه. وانا واحد بعت لي رساله وانا في البرنامج، كنت ساعتها بيبقى على الصفحه، على الصفحه على الصفحه، فبقول لي ليه انا فلان، يعني بقول لفلان فلان ليه انت ما بتستضيفش اخوان؟ قلت فيه الاسم كذا، ما اعرفش هو اسمه صحيح ولا لا، وبقول لي كذا واكيد هو من الاخوان. قلت له انا هستضيف اخوان، يعني طب نتكلم في ايه اذا كان احنا مختلفين جذريا؟ هو لا يعترف بوطن ولا يعترف بحدود ولا يعترف بليش والكلام، اذا كان الاساسيات اللي هي بتاعتنا بتاعت حياتنا مش اتكلم معاه في ايه والنبي. يعني هو ده كان المبدا. ما حاولوش في الوقت ده، ما حصلكش اي مضايقات اي تهديدات من اي نوع بسبب هذا الموقف الواضح والصريح منه؟ لا يعني هدعي، لا ما حصلش ده، بس طبعا هو بانت في حكايه الاهرام. يعني هم يعني كان اول حاجه ان المقال ده، وانا كان المقال ده يعني اتشلت من الاهرام طبعا، لان كان ايه المقال اللي بسببه؟ لا انا المقال، انا رحت لمصر اليوم كتبت 15 مقال، وبعدين المقال ال 15 اللي مشيت من مصر اليوم برضو مشيت مع الا خط القناه، لما رديت على الدكتور محمد مرسي رحمه الله عليه بقى، لما هو كان عمل حظر تجول في مدن القناه، فانا قلت له اللي خط القناه يعني، يعني رديت عليه. وده اللي بعدها شالوه من مصر اليوم، من مصر اليوم كمان. قلت طب متشكرين. عايزه اتكلم عن الاعلام وحياتك، ليك اسلوب خاص زي ما كنت بقول في المقدمه، يعني في تقديم البرامج احنا ما بنحسش انه حياتك ماسك الورقه والقلم وبتقدم، بنحس انك قاعد على سجيتك خالص يا استاذ ابراهيم. يعني كلمنا عن فلسفتك في ده، يعني بنحس ان احنا قاعدين مع حضرتك بندردش وبنتكلم. هقول لحضرتك ليه، لان انا بكتب زي ما بتكلم. يعني هتلاقيني كتابتي حضرتك زي ما انا بتكلم وبكلم زي ما بكتب، يعني انا ما عنديش فصل في الاثنين. يمكن عشان خاطر ان انا في الثمان سنين بتوع الجيش دولت علموني حاجات كتيره جدا. انا احتكيت يعني زي ما بيقولوا انك انت الواحد بيديله ثروه، يعني اتعلمت حاجات كتيره جدا جدا، انك اتعاملت مع ناس كتيره جدا في ظروف صعبه جدا، فدي ادتك حاجات كتيره. انا يعني انا دايما لما باجي اشوف، يعني انا حتى كنت لما اختار لما بيجوا يعملوا المواضيع او لا لما بيبنوا الديكور في السن، فقلت لهم انا بحب اقعد على الترابيزه زي، يعني انا عايز احس ان انا الاوضه الثانيه. يعني هو اللي قاعد معانا في البيت، في البيت. فانا خليني اللي قاعد هو في الليفنج روم بيتفرج، حاسس يعني انا عايز ترابيزه بتاعت السفره اللي كانت زمان عندنا بنذاكر عليها وبناكل عليها وبيعملوا الكحك عليها، الترابيزه اللي بتعمل عليها الف حاجه زمان في البيت ديت، اللي ترابيزه السفره.
كان كنت انا قاعد على ترابيزه زي ديت صح. يعني هي كده وبين مقتنياتك الشخصيه حواليك ايوه ما يعني الصوره بتاعتك ما اي حاجه يعني الحاجات الخاصه قوي بيك كنا بنلاقي في الديكور هو حضرتك اللاعب يتفرج لو حس ان في الحاجز موجود مش الموضوع الموضوع هرب خلاص صح. يعني وانا مش بعمل ده بتخنص انا هي مشكلتي ان انا بتكلم يعني انا وانا بتكلم حتى بتكلم زي اللي جوايا يعني انا ما اعرفش يعني ده ويا جد ديت في الحلقه اللي انا قعدت فيها حوالي 7 ساعات او بتاع الهوا بتاعت ماتش السودان ماتش الكوره اللي كان بيننا وبين الجزائر في السودان كنت انا الوحيد القناه الوحيده اللي شغاله او البرنامج الوحيد اللي شغال وقعدت فنسيوني يعني قاعدين الضغط بقى والكلام وفي السودان وتليفونات ريق من نيشف انا قاعد مثلا احنا ابتدينا 11 نسي يقول لك اختم يعني لا نسي يقولوا لي يجيبوا لي كوبايه ميه يجيبوا لي في الاخر قلت لهم يا جماعه ما يعني انا وانا بصرف ده يعني اخويا بدل تقول لهم ده على طول يا عم تعالى هات لي كذا يا عم اعمل لي ما عملش هريني في ودني قلت بدل ما ده هريني ما تخلي بالك مني برضو يعني راعيني طيب يا سيدي انا مذيع بس انسان في الاخر انا برضه يعني فهي يعني مش عملت ده يعني قاصد ولا بك هي كده